أنت ربما سمعت في الأخبار مؤخرا أن بعض الإمارات الشمالية تحاول الانفصال الآن عن دولة الإمارات العربية المتحدة. إمارة رأس الخيمة، قدمنا أبناءنا وقدمنا أنفسنا وأرواحنا رخيصة لخدمة هذا البلد. في رأس الخيمة، إحنا في رأس الخيمة الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر، نأكل ونشرب ونرقد بأمن وأمان، اللهم لك الحمد يا رب. هيهات لكم الإشاعات التي تصدر منكم، ما تزيدنا إلا قوة وتلاحم. نحن أبناء زايد، ما تربينا على الخيانة. وما أنك دكتور، جيب حقيقة عشان الناس تصدقك، واتعب على الشيكات اللي يعطونك إياها، خلك يعني جيب حقائق، حاول، ما تجيب كذب وتخلي الناس تضحك عليك يا ثور.